السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده هنبتدي حل امتحان رقم 15 في أسئلة الكتاب المعاصر، وهو هو الأسئلة الموجودة نماذج الامتحانات على حصص منصة مصر. فإذا بالتالي طبعا حصص منصة مصر هي كل إجزام هو 30 سؤال، احنا هنحل دلوقتي 60 سؤال، فكأننا حلينا نموذجين من اللي نازلة على منصة مصر يا فندم في الامتحانات حصص مصر. هنبدأ دلوقتي هنحل، وبكرة إن شاء الله برضو هنحط امتحانين تانيين بحيث إن احنا نغطي أكبر عدد من الأسئلة. Like in the opposite electric circuit, if the reading of voltmeter is approximately equal zero, then the component X is إيه عندنا؟ Reading of voltmeter equal zero يعني المفروض I في R، طالما في R يبقى أكيد ال I بزيرو، يبقى أكيد إحنا حاطين دايود في شكل reverse bias. ايوه بالشكل ده، لما يكون الديود في شكل ريفرس بايز يبقى كانه اوبن كي، مفيش كهرباء هتعدي. السؤال الثاني، in the opposite figure a wire of length 2.5 meter carries an electric current of intensity 10 امبير plays a magnetic flux density 0.3 تسلا. السؤال هو ايه قيمه الماجنتيك فورس؟ فاكيد قيمه الماجنتيك فورس احنا هنحسب بي اي ال ساين 90، ولما نيجي نطبق قاعدة فليمنج ليفت هاند رول هنقدر نحدد اتجاه الفورس. فبتطبيق قاعدة فليمنج ليفت هاند رول هيطلع الـ direction of the force out of the page، و بي اي ال ساين 90 هيطلع قيمة الفورس 7.5 نيوتن. السؤال التاني أو التالت بيقول لنا the ratio between the number of the turn of the secondary coil to the number of turn of the ideal primary coil is 3 to 2. هو قال إيه؟ ideal transformer. بعدين قال ان الاوتبوت باور كان بي دبليو، يبقى الانبوت باور يبقى قد ايه؟ الايديال ترانسفورمر بيكون الباور الان قد الباور الاوت. اذا كان الباور الاوت اسمه بي دبليو يبقى اكيد الان برضو بي دبليو. كويشن نمبر 4 بيقول لك اذا كان الماس بتاع الالكترون 9.1، سؤال ده حلو قوي، ماس الالكترون 9.1 في 10^31 كيلوغرام، then the released energy due to conversion of this mass into energy equal كام؟ عارف قانون mathematical relation لأينشتاين اللي equal mc square؟ m دي هي عبارة عندك عن مين؟ هي عبارة عن الماس اللي بيحصل له conversion during chemical reaction. فهو بيقول لي لو ال 9.1 دي تحولت لطاقة، تطلع طاقة قد ايه؟ 9.1 multiply 10^31، الانرجي تطلع منها تضربها في السكوير بتاعت السبيد اوف ذا لايت. فلما حسبنا القصه دي طلعت معانا 8.19 ملتبلاي 10^-14 جول. اما كويشن نمبر 5 ايكوال سبكتروميتر از يوز تو انالايز ذا ايميتد لايت فروم ديفرنت لايت سورسز، ويتش اوف ذا فولوينج ايمجز ريبريزنت ذا ايمج ويتش از فورمد فروم هيليوم نيون ليزر. ركز معايا، هيليوم نيون ليزر اولا ده بيكون مونوكروماتيك، فاكيد السبكترال لاين اللي يطلع منها يبقى وان لاين، وان ابزوربشن لاين او وان ايميشن لاين. اولا ده كونتينوس سبكترم، وما ينفعش يكون الليزر بيدي كذا لاين سبكترم او كذا ابزوربشن لاين سبكترم، خط واحد بس ابزوربشن سبكترم دي اجابه صح. الليزر مونوكروماتيك سنجل ويف لينث، فتلاقي خط واحد بس موجود في السبيكترم بتاعه. في الشكل الموجود قدامك ده بيقول لك the opposite figure represents the position of metallic commutator which is respect to graphite brushes in a motor. So the produced torque at this position، في الوضع اللي قدامك ده بيكون الكويل متوصل بالجرافايت براشز. في الوضع ده بيكون الكويل وضعه بارلل للفيلد. في الوضع ده بيكون التورك is maximum. اما في كويشن نمبر 7 فهو بيقول لك هنا ايه؟ طبعا تعالى اوريك الكتب الخارجيه عملت ازاي الحل، كان احنا هنحلها بشكل سريع جدا. ان ذا اوبزيت فيجر بيقول لنا ذا ريشيو بتوين ار 1 على ار 2 ايكوال كام؟ اذا كان الكرنت ده ايكوال ديفيجن. حبيبي قلبي ده كده اسمه ربع اي ماكسيمم، وده كده هاف اي ماكسيمم، وده كده تلات ارباع اي ماكسيمم. طب انا هقول لك على حاجه بقى، R1 بتساوي قد ايه من R الديفايز؟ لما الكرنت يبقى 3 ارباع IG، فده معناه ان R1 اللي هي RX ايكوال شقلب ونقص واحد، يعني
شقلب التلات أرباع، خليها 4 على 3 ونقص 1، يبقى ار 1 ايكوال 1 على 3 من ار الاوميتر، خليها في جيبك نسميها نمبر 1. طيب هنا بقى عند النقطة دي عاوز اجيب ار 2، بقول اي 2 بقى هنا بتساوي ربع اي جي. طب شقلب ونقص 1، 4 ناقص 1، يبقى ار 2 اللي هي ار اكس ايكوال 3 من ار ديفايس. خلاص هات ريش بقى ما بين ار 1 على ار 2، 1 over 3 R device divided 3 R device، يطلع الانسر 1 over كام؟ 1 over 9. طبعا انا وريت الكتب الخارجية عاملة ايه في الحل عشان تعرف قانون نوارز لو دوت اللي بقول لك شقلب ونقص 1، واللي انا اتكلمت عليه في حلقات نوار بيقول لك للي ما كانش شافها قبل كده بيخلص الاجابة بسرعة ازاي وبمنتهى السهولة، ولا تعويضات رياضية ولا اي حاجة خالص. question number 8 in the opposite figure بيقول لنا لو انا عندي if you have two different light beams having different frequencies and the same، قط حط تحت ده same power falling in the two reflecting surface x and y، then which of the following graph represent the ratios between forces acting on x and y. عايش ثانية واحدة، هي force مش قانونها 2 باور على c؟ طب لما يكون ال two light rays having the same power وما نفس ال c اكيد، فيبقى اكيد الفورس اوف اكس اند واي ذا سيم. دي التريك كانت في كلمه سيم باور. كويشن نمبر 9 يونيفورم واير اوف ريزيستنس 120 اوم از كات ان تو ايكوال سيجمنت اند ذن ذيس سيجمنت ار كونكتد ان تو توجذر ان بارلل، وبقى التوتال ريزيستنس بتاعتهم 1.2 اوم، يا ترى عدد السيجمنت بكام؟ طيب استنى كده اقول لك، في حاله التوصيل لو انا فكرت كده شويه، لو انا جبت ده واير 120 اوم قطعته كذا حته بس انا ما اعرفش الكذا حته دي عددها كام، وصلتهم بارلل فادوني ار توتال ب 1.2. طب انا لو وصلتهم سيريس يبقى توتال بكام؟ ب 20. طب بص كده معايا، في حاله السيريس ار توتال ب 120 بتساوي ار الوحده، اللي ار الوحده ديت اللي انا ما اعرفش بتساوي كام، ملتبلاي ان، وفي حاله البارلل ار توتال بتساوي 1.2 بتساوي R الوحدة divided N. لو سمي دي equation 1 ودي equation 2، لو انا اخدت equation 1 divided equation 2، 120 divided 1.2 تدي 100، والR مع الR تتكنسل ويبقى هنا N square، يبقى N equal 10. بس كده يبقى N equal 10. هو كان عاوز يعرف عدد السيجمنت بكام. question number 10 if resistance of diode of negligible in case of forward biasing and infinite in case of reverse bias, then the opposite circuit when switch K is closed luminous of the lamp. انا لو قفلت المفتاح ده اضاءة اللمبة يحصل لها ايه؟ لو انا بفكر سريع زي قصة نوار بيقول لك لما انا هقفل المفتاح هضيف توصيل بارلل، فالتوصيل البارلل بيعمل ايه؟ هيقلل الار ويقلل الفولت بتاع منطقة البارلل فيزود الفولت بتاع المنطقه السيريس فتزيد البرايتنس بتاعه اللمبه. طريقه تانية، توصيل البارلل هيقلل الار ويزود الكرنت، فيبقى الباور بيساوي اي سكوير في ار، فلما الكرنت يزيد الباور يزيد، الاثنين يؤدي نفس الاجابه وفي الاخر الباور هنقول انه انكريزز. كويشن نمبر 11 the opposite figure represent، ركز في كل كلمه بتتقال، كل كلمه ليها وزن. represent non-ideal transformer having two secondary coils. إذا كان الباور بتاع secondary coil الأولاني equal 50 watt والباور بتاع primary equal 100، تفتكر لو دخل 100 هيخرج من الناحية التانية 100؟ هيخرج رقم أقل من 100. طب إذا كان هنا 50 يبقى الرقم اللي هنا ممكن يبقى 50؟ ما ينفعش، أكيد هيبقى إيه؟ أكيد يبقى أقل من 50 عشان يبقى التوتال باور اللي خارج أقل من اللي داخل، لأن ده non-ideal. لو كان ايديال كان يبقى 50 على فكره. السؤال اللي جاي ده سؤال حلو، بيقول لك مين البوديز اللي تطلع لك فوتونز، عندك ديفرنت بوديز ديفرنت ستارز بتطلع راديشن، انهي ستار من دولت اللي بيطلع راديشن بشكل اكبر موجوده في منطقه الالترا فايلوت؟ طبعا كل ما درجه الحراره بتزيد كل ما الماكسيمم بيك وفلنسي يقل، وانت عارف ان الالترا فايلوت عندها وفلنسي قليل، يبقى اللي عنده اعلى درجه حراره اللي هو دي هيبقى اكتر واحد هيطلع كميه
الترا فايولت اكتر لان الويف لينث هيكون اصغر. question 13 the magnitude of instantaneous induced electromotive force which generate in a dynamo when the magnetic flux is maximum. استنى بقى، لما يكون الفلكس از ماكسيمم واحنا قلناها في نوار بيقول لك في الحسبه بتاعتنا بيكون الانستانتينيوس انديوزمنت في الحاله دي ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. question number 14 in the opposite figure، فين الفيجر اهو؟ بيقول لي بقى عندك هنا ايه؟ اذا كان عندنا تو وايرز كارينج كارنت اي واي واي وبي وسي دي موجودين على نفس البوينت فروم ذا تو وايرز، مين البوينتس اللي ممكن المغنتيك فلكس دينسي عندها فانيشز؟ لو انا بصيت على اي 1 اللي هو المسطح اللي تحت ده كده وجبت اتجاه المغنتيك فيلد بتاعه فوق هيبقى المغنتيك فيلد اكس، تحت هيبقى المغنتيك فيلد او، والواير اللي نازل اللي تحت ده كده التاني هيبقى على يمينه المغنتيك فيلد اكس وعلى شماله المغنتيك فيلد او. منطقه النيوترال بوينت هي المنطقه اللي بيكون فيها اتنين مغنتيك فيلد عكس بعض وبيكون عند ايكوال ديستانس زي ما انت شايف من هنا ومن هنا ونفس الاي، يبقى النقطه ايه؟ والنقطة C اتنين neutral points. question number 15 بيقولك in the opposite figure، سؤال حلو قوي اللي جاي ده بيقول لنا ايه؟ اذا كان ال internal resistance بتاعت الباتر الموجودة قدامك دي بتساوي half ohm and the reading of voltmeter لما كان الكي is open is 21 volt، كده يبقى هو اداني قراية ال VB، ال VB ب 21 and when the key is closed ال voltmeter بيقرا 19.5، كده اقدر اجيب V loss اللي هي ايكوال عندنا كام؟ 1.5 فولت. ما هو يا باشا الاوتبوت 19.5، هو بقيه ال 21 كام؟ 1.5، ده اسمه ال في ان اي في ار الصغير. بيقول لي then the current intensity ايكوال كام؟ ويل ار ايكوال كام؟ الكرنت انتنس انا جبته خلاص، في ان اي في ار الصغيره ايكوال 1.5، اي في الانترنال اللي هي بهاف 1.5، فيطلع ان الكرنت ايكوال 3 امبير. يبقى الاختيار A واختيار B كانسل، يبقى يا اما C يا اما D. لسه بقى يلا نجيب الفاليو بتاعت ال R. اولا دولت 2 R بارلل ودول 2 R سوري سيريس، وادي 2 R وادي R، 2 R و 2 R بارلل يبقى ب R، R و R يبقى نص R. ركز معايا بقى كده، نص R لما نضربها في I يدينا ال V out، مش هو ال V out هيروح عندك على المنطقة دي، ال V out دلوقتي ب 19.5، half R multiply I 19.5 هيبقى ال R equal 19.5 divided ال I اللي هي بتلاتة multiply مين؟ multiply ال half. لما اجي نحسب الحسبة اللي موجودة قدامك ديت هيطلع الناتج equal 13 ohm، فيبقى اجابة ان الكرم بتلاتة امبير وال R بتساوي 13 ohm. question 16 سؤال ده ذكي جدا وعاوزك تشغل دماغك، كل ما تشغل اسرع كل ما تجيبها اسرع. بيقول لي ايه؟ in the opposite circuit اذا كان التوتال فولتج، دي دايره ار ال سي، ار ال سي، بيقول لك اذا كان التوتال فولتج lags by 45. استنى بقى، انا قدامي اكس ال اكبر من اكس سي، بس هو بيقول لي ان الفي توتال lags، هي لو اكس ال اكبر من اكس سي هو عاوز يعرف مين الكومبوننت ايه، مين اللي هنا؟ أنا حاطط كويل ولا ريزيستنس ولا كاباستور وقيمتها كام اوم؟ أولًا لو إكس إل أكبر من إكس سي المفروض تبقى الفي توتال ليد، معنى إن هي لاجز، فده معناه إن إكس سي هي اللي لازم تبقى أكبر من إكس إل، بس إكس سي ب 30 وإكس إل ب 50، أوه يبقى إيه ده؟ لازم يبقى كاباستور. كاباستور عشان يخلي قيمة إكس سي أكبر من إكس إل، بس خلي بالك انت معنى ان الفيز انجل تطلع ب 45 يعني ده معناه ان اكس سي ماينس اكس ال على ار، ده معناه ان اكس سي ماينس اكس ال قد ار، بس اكس سي اكبر من اكس ال. طب استنى بقى، يبقى ده معناه ان اكس سي دي لازم تبقى ب 60. طب ليه؟ عشان يبقى 60 زائد 30 يبقى 90، و90 ماينس الاكس ال اللي هي ب 50 يطلع الاجابه 40 قد الار ديت، فيبقى لازم تبقى اوصل كاباستور بقيمته 60 اوم. ليه؟ عشان تبقى اكس سي ماينس اكس ال قد ار، واخلي اكس سي اكبر ليه؟ عشان يبقى في توتال لاجز.
17 in the opposite figure. السولينويد اداني طوله، اداني number of turns، اداني current. بعدين بيقول لي السولينويد ده اتعرض لماجنتيك فيلد خارجي 0.0 تسلا في direction parallel to x axis toward east، زي ما انت شايف كده هنا في عندي ماجنتيك فيلد 0.02 تسلا. Then the value of the magnetic flux density at the center of axis of solenoid equal كام؟ اولا انا اروح اجيب البي بتاعت السولينويد بقانون ميو ان اي على ال، طلعت 0.04. الكرنت بتاع السولينويد لو انا رسمت اتجاهه وحبيت استخدم قاعده امبير رايت هاند رول، احط صوابعي على اتجاه الكرنت بالمنظر ده، اصبعي ده بيشاور على مكان النورث، هيطلع ان ده النورث وده الساوث. الميتك فيد بتاعت الاكس اوف سيلينويد بتمشي من الساوث للنورث، قيمتها 0.04. استنى، لما يكون عندي اتنين ميتك فيد عكس بعض وعاوز اجيب التوتال هماينس والدايركشن في اتجاه الكبير، يعني البي توتال تطلع 0.02 في اتجاه الويست. كويشن نمبر 18. تو كونسنتريك رينجز اي 1 اد اي 2 رينجز ان 1 اد ان 2. التوتال ماجنتيك فيلد عند السنتر لا يمكن ايكوال زيرو زي ما كان نوار بيقول لك، والبي توتال تاخد اتجاه البي الصغيره. طب الصغيره ماشيه انتي كلوكوايز، يبقى الماجنتيك فلكس دينستي اوت اوف ذا بيج. كويشن 19. The opposite figure show a coil placed inclined to uniform magnetic flux density magnetic flux at angle 60. If the coil rotate in a clockwise direction، يعني هو بيلف لغايه وضع البارلل، then the magnetic flux which penetrate coil، الكويل هو بيلف بيتحول من وضع النورمال لوضع البارلل. فالكويل اثناء الدوران المagnetic flux بيحصل له ايه؟ بيقل الflux بيقل. question 20. which of the following graph represent relation between instantaneous induced emf of dynamo and the sine theta. خلي بالك الانديوز ام اف الانستانتينيوس والساين ثيتا الاثنين دايركت مع بعض من قانون ناب وساين ثيتا. عارف لو كنت برسم مع الثيتا تبقى ساين كيرف، ساين ثيتا تبقى دايركت عادي. 21 ان ذا اوبزيت فيجر، لو احنا حرجنا سلايدر من بوينت A لغايه بوينت B، من بوينت A لغايه بوينت B، الكلام بيمشي كده. الكلام في الاول كان بيمشي في السلك كله، عند النقطة B يبقى طول الريوستيت هيقل، يبقى الريزيستنس تقل والكرنت يزيد، يبقى اللينث اوف ريوستيت هيقل والكرنت في السيركت بتزيد. 22 تورك which act in a coil of galvanometer، الجالفانوميتر بيكون في عندنا كونكيف ماجنت والتورك دايما بيكون ماكسيمم، يعني دايما بيان ساين 90. question 23 the following figure represent four sets of logic gates. So which of them gives high voltage, high output voltage يعني يدي 1 لما يكون one of the two input is low A أو B والتاني بيكون high، واحد فيهم 0 والتاني 1. هو لو هنا 0 هنا 1 هيبقى في واحد 1 والتاني 0 وأور لو شافت 1 هتدي 1 صح؟ فالإجابة هتكون دي، لو جربت اي واحده تانية هتطلع الاجابه 0. فالحاله الوحيده اللي يطلع فيها سي الاوتبوت بتاع 1 في حاله ان يكون واحده لو والتانية هاي هيكون الحاله دي. question 24 the opposite electric circuit when the frequency of the source increase while keeping effective value of the voltage constant the reading of ammeter يحصل لها ايه؟ خلي بالك أنا الدايرة في حالة ريزونانس، وحالة الريزونانس بتتغير بتلات هقات إكس وإل وسي، إكس وإل، السي والإل والفريكونسي، وهو قال لي إن فريكونسي السورس اتغيرت، كده يبقى الإمبيدنس تعلى يا فندم، كده يبقى الكرنت انتنسي يقل يا باشا، يبقى الكرنت هيقل بات نوت ريتشز زيرو. question 25 which of the following represent a part of radiation spectrum of hot black body؟ اولا حتى اتفقنا ان الهوت بودي بيطلع لنا continuous spectrum يعني ايه؟ زي الشمس. question 26 the opposite، سؤال حلو قوي اللي جاي ده، the opposite figure represent an electric circuit اذا كان V2 4 من V1 I تساوي كام؟ طب
طب بص معايا كده، عند النود ديت 2 امبير زائد اي دخلت هنا ادتني كارنت اسميه اي 1. حلو. طيب في 1 دي بتساوي، المفروض ان في 2 بتساوي 4 من في 1، صح ولا لا؟ هو عاوز اي ده بكام؟ انا جاي لك في السكه. في 2 تتفك ايه؟ في 2 هتتفك اي 1 ملتبلاي 2 ار. طب وفي 1 بتتفك ايه؟ 2 ملتبلاي ار. طب شيل دي مع دي وشيل دي مع دي، طيب يبقى كده اي 1 ايكوال 1. هو طبعا قال في 2 4 في 1، فانا هنا في كمان 4 انا كنت نسيت اكتبها، انا فاكر في 1 بس، فنشيل دي مع دي يطلع ان اي 1 ايكوال 4، اي 1 ب 4. طب يلا نعمل سبستيوشن في ايكويشن نمبر 1، 2 بلس اي ايكوال 4، وديته الناحيه الثانيه يبقى الاي ايكوال 2 امبير، يبقى الانسر ان اي ايكوال 2 امبير. كويشن نمبر 27، Which of the following figure represent correctly generation of induced electromotive force؟ شرط الاندكشن ان لازم يكون الواير بيتحرك بيربنديكولار على اتجاه الماجنتيك فيلد، اتجاه السرعه يكون بيربنديكولار على الفيلد، ولازم يكون في فاريشن في الفلكس، فيبقى الاجابه هي دي وحليناها قبل كده في كذا امتحان. Question 28، The opposite graph represent relation between self inductance of the coil and the area، واداني النمبر اوف تيرن والجيومتريكال. طبعا انت عارف ان السيلف اندكتر بتساوي ميو اريا ان سكوير على طول السولينويد، فلما ده يبقى على الواي وده اسم الله عليه على الاكس، يبقى الاسلوب مين يا جدع؟ ميو ان سكوير على طول السولينويد. هو عاوز يعرف ايه طول السولينويد بكام، يبقى طول السولينويد ايكوال ميو ان سكوير على الاسلوب. الاسلوب خد واي ديفايدد اكس، اي واي ديفايدد اكس، بس ما تنساش الكونفرتات الصغيره. تمام، يعني طول السولينويد يساوي الميو الماجنتيك بيرميبيليتي 4 باي ملتبلاي 10 باي 7 في ان سكوير اللي هو 100 باور 2 على السلوب 0.3 ملتبلاي 10 باي 4 ده الواي ديفايد الاكس 30 ملتبلاي 10 باي 4، الحسبه بتاعتنا تطلع 0.4 باي متر سكوير. السؤال اللي بعده question 29، a rectangular coil of length 0.12 meter، ده length واداني الويدث، the number of turns، اداني current، while being placed perpendicular to magnetic field، magnetic dipole equal كام؟ قلنا magnetic dipole ملهاش دعوه بكلمه perpendicular وparallel، ليها دعوه بقانون فقط يان اي اي ان، والاريا اللي هي length multiply الويدث، فيان ودي جت في امتحان سنه 2018 وطلعت الاجابه دي. question number 30، The opposite figure، عاوز يعرف قيمة في بي بكام. طب أنا داخل عندي 2 أمبير، هتخش هنا 1 وهنا 1. ممكن نعمل ساين رول، بوستيف نيجاتيف بوستيف نيجاتيف بوستيف نيجاتيف وهنا بوستيف نيجاتيف. إيه رأيك نعمل لوب ونخلص؟ يلا بينا. هبدأ من هنا A B C D، يلا ابدأ. هيبقى 2 ملتبلاي 1 بلس في بي بلس هنا برضو 1 ملتبلاي 3 ماينس 20 ملتبلاي 1، كل ده ايكوال 0. يبقى ادي 2 3 5، 5 ناقص 20 يبقى 15، يبقى في بي ايكوال 15 فولت يا جدع. كويشن نمبر 31، في الشكل الموجود قدامك ده بيقول لي Which of the following choices lead to increase of lambda 1 and keeping lambda 2 constant؟ لامدا 1 دي اللي هي المينيمم اللي بيغير اللامدا البوتنشال، عاوزها تزيد يعني اللامدا تيجي كده، يبقى البوتنشال يحصل له ايه؟ عاوز لامدا تكبر قلل البوتنشال. هل البوتنشال ما يأثرش على الكاركترستيك وفلنس؟ طبعا الكاركترستيك وفلنس بتغير بتغير الاتوميك نمبر، فيبقى الاجابه اقلل البوتنشال ديفرنس اللي ما بين الانود والكاثود، ده يزود اللامدا مينيمم وما ياثرش على الكاركترستيك فريكوانسي ويف لينث. في السؤال اللي جاي ده كلنا عارفين ان ريزيستنس ايكوال ريزيستيفيتي في لينث اوفر اريا، ار وال هيطلع السلوب ايكوال ريزيستيفيتي اوفر اريا.
X and Y of different thickness والاثنين مصنوعين من نفس الكبر، بمعنى السلوب اللي هو 10 ثيتا مع الاريا انفرسلي. فاقدر اقول ان اريا X على اريا Y زي ما هو عاوز هتساوي 10 ثيتا بتاعت Y على 10 ثيتا بتاعت X. الثيتا بتاعت Y 30 يبقى نقول 10-30 والثيتا بتاعت X 45. 10-30 divided 45 تدينا 1 over root 3. Question 33 solenoid consist. Question 33 solenoid consists of 300 turns. الاريا الدهنة being subjected to uniform magnetic flux density دوتهولك. Which direction is parallel to the axis of solenoid? If the magnetic flux density عند decreases to be 0.2 تسلا في زمن مقداره 1 ملي سكند، يبقى ادي B1 وده B2. يبقى الـ average induced MF equal كام؟ الـ average induced MF equal negative N A B2 minus B1 over delta T. أنا بقى هنا مدي الدلتا تي ملي سكند اضرب في 10^-3 مدي ال N والاريا وبي 2 بي 1 كده اقدر اجيب الانديوز ام اف باستخدام القانون وطلعت معانا 34 potential difference between anode and cathode in collage tube 15000 فولت the maximum kinetic energy. طب ما هو الماكسيمم كينيتيك انرجي هو اي دوت في هي الكينيتيك انرجي، يعني هاخد الاي 1.6 في 10^-19 اضربها في 15000 تطلع لك الكينيتيك انرجي بتاعتك ايكوال كام؟ طلعنا الريزلت بتاعنا. كويشن 35 when a solenoid of length L and number of turn N of negligible internal resistance produced magnetic flux density B formed at the center of axis. So the magnetic flux density at the center of axis of solenoid تبقى 3B لما نعمل ايه؟ البي بتاع السولينويد ميو ان اي over L يتزود ال N 3 يتزود ال I 3 يتقلل طول السولينويد للثيرد compress the solenoid turns to decrease length to 1/3 لو الطول قل للثلث البي يتزيد 3. 36 في جراف ما بين الكينيتيك انرجي و the frequency بيقول لي so the graph which represents the same relation when incident light intensity is doubled. طبعا انا ما زود الانتنس للدبل ده ما بيغيرش الكينيتيك انرجي ولا بيغير الفريكوانسي، يعني لو ورك فانكشن ب2 الكريتيكال فريكوانسي ب2 مش هتتغير، نوع الميتا ما اتغيرش، الكينيتيك انرجي بتاعت الالكترون ب2 مش هتتغير، يبقى A مش هتنفع B مش هتنفع C وD فرقت في ايه بقى؟ هنا الورك فانكشن ب2 هنا ب2 هنا كينيتيك انرجي ب2 لكن هي الكينيتيك انرجي ايكوال كام 4 يبقى ده غلط وده صح. يبقى لو ورك فانكشن يتغير بتغير الانتنسيتي ولا الانرجي بتتغير بتغير زياده الانتنسيتي فيبقى الاجابه سي از رايت. كويشن 37 اني جراف من دول في الداينامو بيوضح العلاقه ما بين الاي ام اف افكتيف والاريا اوف داينامو. طبعا دي علاقه دايركت من قانون نابو. 38 ان ذا اوبزيت الكتريك سيركت assume that the power in the 4 ohm is 16 watt. الباور هنا 16 وات. من معرفة الباور ده اقدر اجيب الكارنت اللي ماشي في السيركت 16 والاي سكوير في 4 اي سكوير 16 على 4 ب 4 فكده الاي ب 2 امبير معايا الكارنت 2 امبير. انترنال ريزيستنس ايكوال كام؟ الاي تساوي في بي 1 minus VB2 البطاريتين العكس بعض divided R plus ال internal والكرنت جبناه ب 2 أمبير يبقى R plus internal equal 22 minus 10 تبقى 12 divided 2 يبقى 6 يبقى 4 plus R equal 6 يبقى ال R equal 2. هو انا عندي انترنال واحده ولا اتنين انترنال؟ انا عندي اتنين انترنال يبقى دي المفروض تبقى 2R
يبقى 2R ب2، يبقى ال R الواحدة بتساوي 2 على 2 equal 1 ohm، لأن أنا عندي 2 internal مش واحدة. Question 39 in the opposite electric circuit. السؤال ده هيعلمنا حاجة كتير جدا. إذا كان الدايود كلهم اللي عندك دول identical والpotential barrier لكل واحد فيهم 0.7 فولت، while resistance of diode in each case of reverse bias infinite يعني ما بتعديش الكهرباء، وفي الفروع بياز بتكون صغيرة. طبعا الكرنت لو مشي كده يا شباب هيعدي في الديود الأول، ده ديود نمبر 1، ده ديود نمبر 2، ده ديود نمبر 3، ده ديود نمبر 4، وهتعدي في الديود الرابع لأن هم ديود الفروع بياز. حلو، كرنت انتنس بكام؟ هو بقى لما يدينا البوتنشال بارير بتاع الديود نعمل بيه ايه؟ بوتنشال بارير هو فولت عكس الفولت بتاع البطارية، يعني انا عاوز اعرف ال 20 اوم ديت الفولت بتاعها بكام عشان اقدر احسب الكرنت واقول اي في ار. ايه رايك؟ طب بوتنشال ال 20 اوم بتساوي ايه؟ بوتنشال ال 20 اوم وبيساوي بوتنشال البطارية ناقص البوتنشال بتاع الدايود، لان بوتنشال بارير بيكون فولته عكس فولت الدايود، يبقى 6 ماينس 0.7 و 0.7 يبقى 1.4، 6 ماينس 1.4 هتدينا 4.6. حلو، يبقى الفولت انا جبته. نجيب بقى الكرنت، نعرف الكوشن اللي فوق الكرنت هتساوي الفولت 4.6 ديفايد 20 يدي 0.23. كوشن 40، السؤال اللي قدامك فكرته حلوة. بيقولك which of the following graphs represent relation between energy of an electron in one of energy levels and order in hydrogen atom. حضرتك انت عارف ان الانرجي equal negative 13.6 على n power 2، صح؟ صح. طيب نعرف بس شوية بقى معلومات كده عندنا، ان ليفل نمبر 1 الانرج بتاعته 13.6 على 1 باور 2، وليفل نمبر 2 13.6 على 4، يعني اي 2 هي ربع اي 1. خلاص تعال ندور كده. طبعا ده كده ان 1 ان 2 ان 3 ان 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. انا بقى بقول ان E2 ربع E1، يعني E1 دي بص على دي ديت واخده 4 مربعات، ادي مربع 2 3 4، اما كنت بقى E2 واخده مربع واحد في اعلى E2 ده ربع، هتلاقي في سي E2 مش ربع E1، هنا E2 اكبر من E1، هنا E2 قد E1، ده غلط وده غلط وده غلط، ابتدى هو دوت الصح عندنا. question number 41 in the opposite graph a wire carrying a current out of page، يعني current ده O out of page perpendicular، فلو حبيت احدد اتجاه magnetic field هيكون عامل كده anti clockwise، وعندنا magnetic field horizontal جاي من الارض اسمه H. طيب ممكن بس ده magnetic field الواير هرسمه، هاو تانجنت للسيركل وارسم magnetic field بتاعت الواير عند كل point. هو بيقول لي ان عند النقطة Q التوتال ميتك فيد عند النقطة Q equal 0. عند النقطة Q لو انا حبيت ارسم اتجاه ميتك فيد بتاع الارث، طيب انا جاي من الساوث للنورث فوق، ده ميتك فيد H اللي هو بتاع الارض، ده H ده H. طيب ميتك فيد بتاع الارض قيمته بH، بيقول لي ان البي توتال هنا عند Q 0، فده معناه ان البي توتال بزيرو اللي عباره عن بي واير ماينس البي بتاعه الارض، معنى ان هما بزيرو. انا عارف ان بي الارض باتش، يبقى كده بي الواير لازم تبقى باتش، فالنتيجه تطلع زيرو. طب البي توتال عند النقطه بي بقى ايكوال كام؟ هما قد بعض، وهنا هنعمل بلس، فتبقى اتش بلس اتش، فتدي كام؟ تدي 2 اتش عظيم، تدي 2 اتش تسلا. طيب question 42 in the opposite figure
represent two adjacent solenoid. The mutual induction between them, تعال نكتب الجيفن. الميتشال اندكتنس 0.01 هنري. If the current intensity in coil Y has a changed value delta I, the flux that affect coil X changed by value يداني delta phi. 2 multiplied 10 by negative 3 within the same time interval. Then the value of a change of the current equal كام؟ طب انت عارف انك في قانون الميتشوال اندكتر بتساوي N secondary دلتا فاي secondary على دلتا اي primary معاه ميتشوال اندكتر وN secondary هي 100 وفاي secondary عندك بايه معاك. انا عاوز اجيب كارنت البرايمري ايكوال كام؟ يبقى دلتا اي primary هتساوي N secondary ب 100 الفاي secondary 2 multiply 10.3 divided mutual inductance 0.01 ومن اقدر اطلع الدلتا اي بتاعه البرايمري تطلع ايكوال 20. question number 43. خلي بالك ان كل 30 سؤال هم موديل اكزام من اكزامز منصه مصر، يعني احنا كده بنحل امتحان الى الان امتحان ونص. during production of laser ray the helium neon laser excite الهيليوم اتوم الاكسايتد هيليوم اتوم اسف loses its excitation energy نتيجة انه خبط في مين؟ خبط في الـ unexcited neon atom. الهيليوم الاكسايتد بيخبط في النيون الـ unexcited، النيون يحصل لها excitation والهيليوم يفقد الطاقة بتاعته. question 44. the opposite figure show relation between potential of voltmeter reading and multiplier. الـ point x equal كام؟ لو ركزت معايا x الفولتميتر ايكوال في جي فولت الجالفانوميتر بلس فولت المالتبلر. فولت الجالفانوميتر بلس اي جي ار ام اذا كان دل على الواي وده على الاكس اكسس فيطلع السلوب اي جي. هو بيقول لي بقى ايه كوشنت اكس على السلوب بكام؟ طيب X هي VG. X هي VG خلاص. ده ال Y intercept. Quotient يعني حاصل قسمة ال X divided ال slope. ال slope اللي هو IG. V على IG تديك مين؟ تديك RG وده سؤال جديد وفكرة جديدة. Question 45. The opposite figure represent the case of A. واضح إن في عندنا فوتون دخل على 4 إلكترون واحد فيهم طلع فوق. يبقى ده حصل له excitation واكسايتيشن معناها حصل للالكترون absorption of energy. لو راجع نقول imagine. question 46. a coil of self inductance 0.05 هنري consists of 100 turns carrying a current produce magnetic flux معانا. if the passing current vanish through time interval 0.03 second average induced MF equal كام؟ فال average induced MF negative L دلتا I على دلتا T مش معانا. طب نقول N دلتا فاي على دلتا T معانا ال N ودلتا فاي ودلتا T ونحسب N ل 100 دلتا فاي 9 multiply 10.4 على دلتا T 0.03. عاوز ايه كمان؟ عاوز the intensity of the current which was flowing in a coil before vanishing. بعد ما اجيب الانديوزم اف اقدر اجيب الدلتا اي نيجاتيف ال دلتا اي على دلتا تي فاقدر اجيب الاي كان بتساوي الانديوزم اف اللي اجيبها في دلتا تي على السيلف اندكتنس. هيطلع الاجابات الموجوده قدامك ديت. كوشا 47. Which of the following graph represent relation between maximum current AC current flow in dynamo connected to ohmic resistance and frequency. I maximum في الohmic resistance equal V maximum over R وال V maximum equal nab 2 by F. يبقى علاقة ال I maximum بالfrequency علاقة directly. يبقى الإجابة B. question 48.
The opposite graph show probabilities of transition for an electrons. في عندي إلكترون وبيتحرك ما بين ليفلز. أني حاجة من دول صح؟ طبعا إيه ده أكبر إنرجي وأصغر ويفلنس وأصغر من ويفلنس بي؟ أكيد بي إنرجي أقل فريكوانسي أقل ويفلنس أطول، يعني ويفلنس بي أكبر من إيه؟ كوشة 49 الشكل الموجود قدامك ده، اقرأ السؤال ده لذيذ جامد. figure 1 and 2 part of AC circuit. if the resonant frequency figure 1 resonant frequency can be 5 hertz، يا ترى resonance frequency figure 2 تبقى بكام؟ طب انا اعرف منين؟ طب انا ممكن اعملها كده F1 على F2 equal square root L2 C2 على L1 C1. لو انا احرك دماغي بشكل اسرع، C و C دول بارلل يبقوا بقى يتجمعوا 2C، والL زادت للدبل 2 في 2 ب 4 يطلع بالروت 2، يبقى فريكوس L للنص. هي كانت بكام؟ كانت ب 5، قالت للنص يا ابني تبقى ب 2.5. عاوز تحلها ريشيو تحلها على الطريق السريع براحتك، سؤال تشوزز. خلي بالك انا في كويشن 49 وعديت 41 دقيقة، يعني وقتي لسه مكفي كأني ما خدتش دقيقة في كل سؤال. question 50 the figure show a circuit of transistor work as switch given the data. معانا I collector، معانا current base، ال current gain beta هي ratio between I collector على I base صح. alpha E بتساوي بقى مين؟ بتساوي beta على 1 زائد beta على طول. تجرب القانونين عوض تطلع الإجابة معاك number A. question number 51 XL وأوميجا، كلنا عارفين لو رسمنا جراف ما بين XL بتساوي أوميجا L، XL وأوميجا يطلع على slope equal L self inductance. هو عاوز ريشيو ما بين self inductance A على self inductance B، إذا هي ريشيو ما بين tan theta A على tan theta بتاع B، لأن العلاقة ما بين التان والL directly. يبقى أقول tan 45 over 1060، فيطلع الإجابة عندنا root 3 over 3، واللي هي ممكن أكتبها برضو 1 over root 3. question 52 في الشكل الموجود قدامك ده، معانا ال V maximum ومعانا البريدك تايم. هو عاوز إيه؟ عاوز ال effective value of the current إذا كان عندنا AC source متوصل بكاباستور 3 مايكرو فاراد. عملت انا ايه بقى؟ جبت في افكتيف، خدت الفي ماكسيمم ديفايدد روت 2 اللي هي ملتبلاي ساين 45، جبت في ماكس، جبت فريكوانسي من 1 على البريودك تايم، وبعدين هجيب اكس سي 1 اوفر 2 باي اف سي. ها الكرنت الافكتيف بيساوي الفي افكتيف على اكس سي، وطلعت الكرنت الافكتيف ايكوال كام؟ مساله حلوه. في question 53 بيقول انا زقيت السوفت ايرن، يحصل ايه قرايه الفولتميتر؟ سوفت ايرن بتزود الماجنتيك بيرميبيليتي، ومنها بتزود السيلف اندكتنس، فتزود الاكس ال، فتزود الامبيدنس، فيقلل الكرنت. قرايه الفولتميتر ده بتساوي اي ملتبلاي ار، الار كونستنت، الاي قلت، يبقى الفي مع الاي دايركت اللي بقى قرايه الفولتميتر ديكريزز. question number 54 بيقول ان opposite figure two parallel wires الكرنت بتاع كل واحد فيهم decrease to half والdistance between them decrease to half، يبقى الميتشوال فورس يحصل لها ايه؟ ميو على 2 باي اي 1 اي 2 ال اوفر دي. لو ده قلل الهاف وده قلل الهاف وده قلل الهاف، شيل هاف مع هاف، يبقى في اخر الفورس decrease to half. question number 55 the opposite figure show relation between magnetic flux that penetrate circular coil when it connected to close the circuit and the time. so the two point which induce the current reverse direction. بص يا عم، لحظة ما الفلكس كان عالي وهيقل لحظة تغير اتجاه. خلي بالك
ان الفلكس هو بيزيد في اللحظه ديت، بتكون الانديوز ام اف بالعكس بتقل. وخلي بالك ده بيزيد، فهتلاقي الباك هيكون باك انديوز ام اف وقيمته ثابته لانه بيزيد بمعدل ثابت، فيكون باك كده بالشكل ده لغايه ما يوصل عند النقطه بي يبقى ماكسيمم، فيبقى الانديوز ام اف بزيرو. ده بتكلم على انديوز ام اف بقى. الفلكس بيقل فيتكون فورورد انديوز ام اف بمقدار ثابت لغايه عند نقطه سي يقل، يبقى هو غير اتجاه عند نقطه مين؟ بي. كان نيجاتيف بقى بوزيتيف. بعدين ايه اللي حصل؟ ابتدى عندنا الفلكس بتاعك بيزيد، الفلكس سوري عمال يقل، لسه عمال يقل، وهو عمال دلوقتي سوري عمال انكريز، اسف انكريز بس هنا في نيجاتيف دايركشن. فايه اللي يحصل عندنا؟ وهو الفلكس بتاعنا بيزيد مره تاني بقى كده عندك هنا، الانديوز ام اف تبقى باك، بعدين يرجع يقل، فعند النقطه دي تقلب بوزيتيف مره تاني. يبقى عند النقطه بي وعند النقطه دي حصل تشينج في الدايركشن من بوزيتيف لنيجاتيف، ومن نيجاتيف ليه لبوزيتيف. يبقى التشينج اوف دايركشن حصل عند التو بوينتس دولت بي ودي. بي ودي كويشن نمبر 56، وات هابن تو ريدنج اوف فولتميتر وين سلايدر از موف فروم اي تو بي. عند النقطه ايه الفولتميتر متوصل حوالين جامبر واير سلكه فاضيه بيقرا زيرو، لغايه بي كده احنا وصلنا الفولتميتر حوالين القراية الواحدة. لو عندك قراية واحدة بس وفي فولتميتر القراية دي تاخد كل الفولت، يبقى عند النقطة A كانت زيرو وعند نقطة B خدنا الفولت كله 57. في الشكل الموجود قدامك ده، ده graph which represent the relation between output voltage and the time. لو جينا ركزنا شوية مع بعض، الالترنيتيف كارنت هتخلي مثلا الطرف ده بوزيتيف والطرف ده نيجاتيف، فالكارنت هيعدي في الديود البوزيتيف بعدين يعدي كده هنا ويمشي في السيركت بالشكل ده نص سايكل الاولاني. في نص سايكل التانية ما عندنا الترنيتيف كارنت، في نص سايكل التانية بولاريتي تختلف، يبقى هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. فايه اللي يحصل؟ هل الكارنت ما يعديش؟ لا، الكارنت ساعتها هيعدي في الديود اللي تحت كده، بحيث انه يعمل كلوزد باث عندك في السيركت اللي موجود عندها دي، الكهرباء هتعدي كده زي ما انت شايف. النص سايكل الاولانيه عدت ونص سايكل الثانيه برضو عدت، ادي الكرنت هيعدي كده ويروح ماشي في الكلوزد باث. ثانيه واحده بقى كده، بقى نص سايكل الاولانيه عدت ونص سايكل الثانيه عدت وفي نفس الدايركشن، ما غيرتش الدايركشن. يبقى انا كده عملت ريكتيفيكيشن وفول ويف ريكتيفيكيشن، اتنين ديود. معلش تاني، تعالى بص معايا، النص سايكل الاولاني فلنفترض ان خلى الطرف ده بوزيتيف وده نيجاتيف، فالكرنت هيعدي بالشكل دوت، ادي كلوزد باس ده اتجاه الكرنت، خدت بالك؟ طيب لو عكسنا ده بقى نيجاتيف وده بقى بوزيتيف، اتجاه الكرنت يمشي من البوزيتيف تحت في الديود المتوصل فورورد بياز، يطلع يكمل كده، هينزل برضو في نفس الدايركشن كده ويكمل. يبقى نص سايكل الاولانيه ونص سايكل الثانيه عدت في نفس الدايركشن كده، انت عملت فول ويف ريكتيفيكيشن. لو كان ضيود واحد كان يعدي نص والتاني لا. كوشن 58، السيركت الموجود قدامك ده اي سي سورس بالفريكوانسي 500 ديفايدد باي هرتز وير الافكتيف فولتج ب 200، اندكتيف كويل معانا ال ال بتاعته، معانا ريزيستنس والتوتال امبيدنس معانا.
عاوز هو الفيز انجل. خطوة رقم واحد اروح اجيب اكس ال، هجيب ايه اكس ال الاول بقانون 2 باي اف ال. حلو، هجيب اكس ال. بعد ما اجيب الاكس ال بتاعتنا انا معايا ار في كباستور معرفش بكام، معايا امبيدنس عاوز اجيب الفيز انجل، فاقدر اقول ان اكس سي لو انا عاوز اجيبها الامبيدنس باور 2 يساوي اكس ال ماينس اكس سي باور 2 بلس ار باور 2. فانا معايا الار معايا الامبيدنس، اودي ده الناحيه الثانيه اطلع اكس ال ماينس اكس سي باور 2 برقم، هاخد روت الانسر وافك اكس ال ماينس اكس سي يطلع رقم عندنا، مش هطلع روت الانسر دوت. معايا قيمه اكس ال فاقدر اجيب قيمه اكس سي بتاعتي ايكوال كام. هي حسبه رياضيه وانا اوريدك خطواتها عامله ازاي. بعد ما اجيب اكس سي او انا عاوز اجيب الفيز انجل بتساوي اكس ال ماينس اكس سي اوفر ار. وعلى فكره انا كنت مش لازم كنت اجيب اكس سي بكام، انا اجيب اكس ال ماينس اكس سي واقسمها على ار. يعني بعد ما اجيب اكس ال ماينس اكس سي بتساوي رقم، خدها اعملها ديفايدد ار واعمل شيفت الثاني يطلع معاك الانسر على طول 59. بار ماجنت ابروش فروم ا كويل، وانت بتقرب يبقى الطرف ده يبقى نورث والطرف البعيد ده يبقى ايه ساوث. فهو بيسال البول ايه هتبقى ايه؟ هتبقى ساوث. طب اتجاه الانديوز دي كارنت يا شباب، اتجاه الانديوز دي كارنت هيبقى بالدايركشن ده. يبقى هو ماشي ازاي؟ ماشي من فين لفين؟ من 2 ل 1. يوصف اتجاه الانديوز دي كارنت خروجا من الكويل دخولا في الكويل، يبقى هو ماشي من 2 تو 1 والنقطة هي هتكون ساوث بول. السؤال الأخير وكده بقى عاملين لنا 2 موديلز من منصة مصر. The opposite graph relation ما بين الباور consumed in a resistance and I square. So the slope equal الباور بيساوي I square في R. يبقى السلوب equal resistance of conductor. وبكده نكون وصلنا لغاية نهاية 2 موديلز اوف اكزامز نازلة، وانا نقيت الامتحان اللي شامل ال 2 موديلز دولت، ويومين كمان وهحل عندك 2 موديل كمان يبقى حلينا 4. بالتوفيق يا شباب للجميع.